اسمعوني دقيقة. البرودكت دكتور فود كلها مشت على استراليا. هلا استراليا كتير كبيرة صراحة، فكرمال هيك قررنا هلا وقتها توصل البضاعة على سيدني، اي حدا مثلا بده يكون وكيل ولاية من ولاية استراليا او بنيوزيلاند يتواصل معنا مع هالستوري الستوري اللي حعملها ريبوست بعد هيدا بعد هيدي الستوري. صباح عليك. شو بيك يا زلمة؟ صرت ساعة الدان. قوم بي خيا، والله العظيم قوم خي. شو بيك قعد كل الليل سهران ما عندك شي؟ لا مدرسة نافع ولا بشغل نافع ولا بشي، هيك انا بدي ضلك كل نهار ضلك نايم ساعة الدان خيا؟ ما بيقوم يا زلمة. لك بيهن نومي بدك توقفه؟ والله انا كنت نايم مثلك، والله امي ما تخليني نايم، قال لي نهار قوم اشتغل قوم اشتغل، وانا عم اقول لك قوم اشتغل خيا. خي ساعة تنتان قوم. طيب شو بنعمل يعني؟ انا عندي تصوير وعندي اجتماعات وعندي شغل وانت نايم، طيب شو بنعمل؟ صار تنتان، صرت لاغي اثنين اجتماعات من وراك، وبكره بتقول لي جيب لي حالي، بقول لك ما في حالي. الله يرزق كل حدا بحاجه، والله يطعم كل حدا يا رب. والله العظيم لا خلي منتجات دكتور فود تعبي العالم، ولا خليها رقم واحد، ولا خليها من انظف المنتجات، ولا خلي كل العالم تاكل منها. هذه المنتجات منتجات نظيفه مرتبه، هي منتجات ترفع كل راس كل واحد بيحكي عليها كلمه بالغلط. روحوا عم. انا بس بدي اقول دقيقه تحيه لكل تاجر جمله بلبنان وبالدول العربيه، وتحيه لكل وكيل لإله بياخذ منتجات دكتور فود وبيرفع راسه فيها وبيبيعها وبينزلها على الاسواق. روحوا عمي شو باكل يا زلمه؟ لا شو هالاسبريسو هذه يا زلمه؟ خلص الفنجان. السوق قلق. سانشاين وصلت على كندا ولا لك؟ قل له يصف هون على جنب. يلا قل له جاي انا عباس. بدي قل له يصف على جنب ما بعد اكثر من هيك. يلا تخرب امشي.